كابتن هل حسن العتيبي الان اصبح خارج نعم كابتن هل اصبح حسن العتيبي خارج حساباتك الى نهايه الموسم خارج الهلال؟ Aujourd'hui, il est. Oui, aujourd'hui, il est. Il est suspendu parce que dans là, je vous dis. Sur le banc, on s'est retrouvé donc sur le match amical. Avec un gardien. Vous imaginez, Zidane, donc on se serait retrouvé sans gardien. نعم. فإن هذا الرفض ولا. يعني شيء سيء وأعتبرها خطأ فاضح لذلك هو علق يعني مشاركته في الفريق الأول لكن نواصل التواصل معه وعليه أن يواصل التمرين ويواصل تمريناته ولكنه يتمرن على حدة بعيدا عن الفريق في الفترة الحالية جميل كابتن يعني هذه الصرامة والقوة التي تدير بها الهلال أنت الآن لم يتعود عليها اللاعب السعودي حديث العهد بالاحتراف الحقيقي أريد أن أسأل كابتن يعني ألا يمكن أن يحدث هذا التكتل ضدك؟ هذا ليس صرامة مني إنها أنت في الهلال ناد عريق وهناك لاعبين كبيرين كبار وهناك منافسة قوية وأنا من وجهة نظري نعم ربما بالنسبة للبعض أنا صارم كما توصفونني ولكنني أيضا يعني حكيم لا أظلم أحد أنا لا أقوم بظلم أحد ولكن هناك أخطاء ارتكبت وعلى الجميع أن يحترموا الفريق نعم حسن هو حارس مرمى كبير ولكنه أنا أحترمه جدا ولكن هو يرفض أن يبقى في الاحتياط ويضع ذلك قرارات مثل هذه تضع يعني إمكانات الفريق على المحك ولذلك يجب أن نضع حدا لهذه التصرفات أما جميع اللاعبين الباقين فهم يعملون بكد ويحترم الجميع ويحترم القواعد والأساليب التي نقوم بتنفيذ أعمالنا من المهم جدا أن يكون هناك في نادي روح الفريق وأن يكون جميع اللاعبين سعداء بمجيئهم للتمارين والقواعد والقوانين هي تشمل الجميع وليس فقط اللاعبين ونحن أيضا كمدراء كابتن كابتن أنتوان أريد أن أسأل أيضا عن أولسان الكوري ذهبت لمتابعة هذا الفريق ستلتقي في نهاية الأسبوع المقبل في سيول هذه البطولة بالنسبة للهلال هي بطولة فيها عقدة نفسية ماذا رأيت عندما تابعت سيول على المستوى الفردي وعلى أولسان عندما تابعته أريد أن تحدثني عنه فنيا وعلى مستوى الفردي للاعبيه Alors, d'abord sur l'équipe d'Ulsan, c'est une équipe bien organisée. فريق أولسان فريق منظم. En 4-5-1, parfois en 4-4-2. يلعب 4-5-1 بعض الأحيان 4-4-2. لعبته أو طريقة لعبه sur de l'engagement, c'est une équipe qui est athlétique. هو يعني يتدخل فيه لاعبوه بقوة و لاعبوه مصممون ومصرون وعندما يلعبوا يعني عندما يكون الامر متعلق بلاعب ضد لاعب فهم صعبين واقوياء ايضا ويلعبون بجوده عاليه وعلينا ان نلعب جيدا في الماتش في مرحله الاياب ونتامل ان نكون بوضع افضل في المباراه الثانيه جميل كابتن لماذا رفضت ان تؤجل مباراه الهلال أمام الشعلة كما فعل الأهلي والاتحاد ليكون لديك متسع من الوقت للاستعداد لأولسان Mais pour nous le match contre Al-Shoa est très important hein.
بالنسبة إلينا الماتش مع الشعلة هو ماتش مهم جدا. سنلعب هذه المباراة. فأهم بالنسبة إلي أهم طريقة للاستعداد للماتش لمباراة مع الأولسان الكوري هو أن ألعب أكبر عدد من المباريات مع الفرق الأخرى. Préparer le match contre Ulsan avec une victoire, c'est toujours plus facile. C'est toujours beaucoup mieux. مباراه مع أولسان هي عبر مباراه رابحه للفريق. جميل كابتن، قبل ان اودعك، من اللاعب اللي في الدوري السعودي انت تابعته وتتمنى ان يكون في الهلال؟ تحدث عن لاعبين سعوديين. Aujourd'hui, moi, je suis très très content de mon groupe. في هذه الأيام أنا أعتقد أن الفريق الذي ألعب معه وأدربه هم من الأفضل في على الساحة السعودية. جميل. لدي لاعبين كفؤين ذوي كفاءات عالية. نعم، الفترة قليلة، هناك مجرد شهرين قضيتها مع اللاعبين. على اللاعبين أن يتعرفوا إلي أكثر وأنا أتعرف عليهم أكثر، وأيضا أن يفهمونني وعندما أطلب منهم بعض الأشياء على أرض الملعب. ولكن اسمحوا لي، هناك بعض الوقت يعني يتطلب الأمر بعض الوقت كي أقدر أن أرى، ولكنني سعيد جدا بالتشكيلة الموجودة لدي وسوف أعمل معها. Moi je suis un homme très très heureux. ولا بد أن أقول لكم أنني إنسان سعيد، مدرب سعيد مع الفريق، وهذا ما لا أقوله وما لا يعرفه الناس عني. أرجو لك وأتمنى أن نحقق نتائج أفضل وأيضا أن نرتفع نتقدم في المباريات. أرجو لك التوفيق سيد أنطوان كوانباريا مدرب نادي الهلال في مهمتك المقبلة. شكرا جزيلا على اختيارك في المرمى. شكرا.